إذا وللتعليق على الاحتجاجات التي يقوم بها المقاولون في المهرة ينضم إلينا عبر الهاتف فؤاد المسلمي مراسل قناة المهرية في المهرة. أهلا بك فؤاد. أهلا وسهلا. مرحبا بك فؤاد. لو تحدثنا في البداية عن طبيعة المطالب التي نظم بسببها مقاولو المهرة احتجاجات في محافظة المهرة. مقاولون محافظة المهرة الذين وقعوا عقود سابقة مع المحافظ السابق رابح ذكريت بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون المناقصات. لكن المقاولين الذين وقعوا تلك العقود وجدوا أنفسهم أمام بعد إقالة راجح باكريت وتنصل السلطات الحالية من دفع مستحقاتهم وجدوا أنفسهم إلا أن يرفضوا تلك الوقفة الاحتجاجية أمام المحافظة المطالبة بمستحقاتهم سواء كانت بطريقة شرعية وغير شرعية. لكن الأهم في تلك الوقفة هي مناشدة الرئيس هادي ومناشدة الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذهم من الإفلاس والانهيار. وهذه الوقفات التي نفذوها أمام المحافظة سبقتها اجتماعات موسعة مع لجنة شكلها المحافظ محمد علي ياسر لمناقشة أوضاعهم. ناهيك عن المديونية الكبيرة الذي أغرقت المحافظة وقت المحافظ راجح باكري في تنفيذ مشاريع وهمية وفي حقيقية على الأرض. نعم، ولكن فؤاد منذ متى تم توقيع هذه العقود مع المقاولين وهل تم المطالبة بها من قبل؟ نعم، تم مطالبة السلطة السابقة براجح باكريت لكن تم إقالته نهاية عام 2019 ولم يتمكن المقاولين من مطالبة بحقوقهم في مجيء المحافظ محمد علي ياسر. لكن محمد علي ياسر شكل لهم العديد من اللجان لدراسة المشاريع التي نفذوها والتي هل هي موجودة على الأرض أم وهمية وشكلوا لجان. لكن اللي تفاجأ بها المحافظ الجديد محمد علي ياسر هي المديونية الكبيرة التي يعني لن تكون بحجم سلطة محلية على مستوى المحافظة. 63 مليار ريال مديونية المحافظة السابق، منها شراء سيارات لبعض المدراء وشراء أسلحة لبعض الوحدات العسكرية التي أنشأوها خارج إطار الدولة، ومنها شراء سيارات، شراء ولاءات وغيرها. هنا السلطة المحلية وقفت عاجزة أمام هذه المديونية الضخمة التي بإمكانها لم تستطيع أن تسددها من موارد المحافظة الحالية. لكن كانت هناك معالجات مؤقتة فقط للمشاريع الموجودة على الأرض وبدأ لهم التخطيط خلال هذه الفترة. نعم. الماضية. نعم، ولكن لماذا لم يتم المطالبة بها في عهد المحافظ السابق راجح باكريت من وجهة نظرك؟ أصلا تم إقالة المحافظ راجح باكريت فجأة وكانت هناك مشاريع كبيرة جدا موقعة خلال أيامه الأخيرة وترك يعني تلك المبالغ الكبيرة الهائلة مديونية ضخمة لإرث للمحافظة الذي أتى بقرار جديد من رئيس الجمهورية. فوجد نفسه أمام تلك المديونية هي بشكل يعني حتى الحكومات ما تكون المديونية بهذه الميزانية الكبيرة وتوقيع العقود خارج إطار المناقصات. قانون المناقصات لم يمنح المقاولين أي تكليف بحدود مليون إلى مليون وخمسمائة تكليف بدون إعلان المناقصات. ما ذلك هذه مشاريع كبيرة كان يتم بها تكليف دون إعلان المناقصات. حتى لجنة المناقصات في المحافظة منهم أفاد أن لم يتم اطلاعهم على هذه المشاريع. نعم، حول أمور الاحتجاجات هل هناك خطة لاستمرار هذه الاحتجاجات؟ أيضا هل تم التواصل مع السلطة المحلية مع المقاولين لحل إشكالية العقود والديون التي تطالبون أو يطالبون بها؟ نعم، هناك اتحاد المقاولين فرع المهرة أشير قبل شهرين لهذا الهدف من المطالبة بالمديونية السابقة الذي يعتبرونها أنها شرعية مختمة بختم المحافظ السابق المعين بقرار جمهوري من الرئاسة.
ولهذا يعتبرون مطالبهم حقوقية ومشروعة وباستمرارهم بالاحتجاجات. أعلنوا هناك تصعيد فإذا لم تستجيب لهم السلطات، وناشد الرئيس وناشد الحكومة والمحافظ محمد علي ياسر رفع ذلك بأكيد بتقرير وتقارير اللجان التي تم تشكيلها بوضع تلك المشاريع التي تم التحقق منها والذي لم يتم التحقق منها، هل هي صحيحة، هل هي مخالفة لقوانين المناقصات. وفي الأيام القادمة سنكتشف ماذا سيحدث قريبا. نعم، إذا كان معنا عبر الهاتف فؤاد المسلمي مراسل قناة المهرية من المهرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.